مثلا مثلا لو لون الفوشيا موضه السنه دي وانت مش هينفع معاكي لون الفوشيا او شكله هيطلع عليكي وحش لازم تلبسيه. اتكلمنا بقى عن الوان البشره، يعني البشره في الوان ما تنفعش معايا، مثلا بشره اكلي في لون معين بيخليها مش البسي الحاجه اللي تليق على وشك، البسي الحاجه اللي تخلي جسمك شكله كويس. بغض النظر بقى الموضوع ده موضه ولا مش، مفيش حاجه اسمها موضه. الموضه ده يعني مثلا انا في الكوليكشن اللي جاي بيبقى لي سيم معين في دماغي او عايز اعمل لون معين في دماغي، معنى كده ان هي دي الموضه؟ لا، بس في الوان بتبقى موضه للصيف مثلا، في بتطلع الوان معينه كده كام لون كده بيبقوا كل صيف او كل شتاء لونين ثلاثه، هم دول اللي بس بيبقوا. مش هتلاقي الديزاين، مش هتلاقي الديزاينرز كلهم شغالين على خطوط الموضه. هتلاقي كل ديزاينر شغال في اللون اللي هو شايفه او اللي هيقدر يوظف الكولكشن بيه. يعني مثلا انا السنه دي انا عامل نص الكولكشن مثلا بلاك، في ديزاينر تاني عامل نص الكولكشن اوف وايت، في ديزاينر تالت عامل حاجات كتير مثلا غير بلو، فكل واحد بيختار له لونين ثلاثه بيبقى هو ده السيم بتاع الكولكشن بتاعه. فمش معنى كده ان هي دي الموضه.